حاولنا واحد 14 كاينين 6 اللي عندهم اشكال هما في الوثائق ديالهم، حنا كنعالجوها معاهم مع السيد الخزين باش حتى هما يتوصلوا. كاينين حنا اللي راهم تقريبا واحد 6 اخرين اللي راهم في لونكاجو، يعني فاتيامات غادي نمشيو نطيبو. بسم الله الرحمن الرحيم. شكرا للدار على التتبع ديالها. اليوم كانت انطلاقه رسميه ديال اوراش المرحله الثانيه، ترأس السيد العامل من طبيعه الحال كما شفتوا بحضور كل رجال السلطة على مستوى تراب العمالة وكذلك رؤساء المصالح الخارجية وكذلك المجتمع المدني اللي هو اللي كيقوم يعني بتنزيل هذا الورش على مستوى عمالة مكناس. انتم كتعرفوا بان المرحله الثانيه غادي يستافدوا منها حوالي 1669، يعني اللي تخلق 1669 مناصب شغل مؤقته في 6 ديال المحاور، يعني كلها محاور مهمه كالرقمانه كالدعم المدرسي كالبستانه يعني واحد المجموعه ديال المحاور مهمه. تم انتقاء اليوم ديال حوالي 67 جمعيه في اطار 4 ديال المحاور، مازال 2 المحاور راهم قيد الدرس الجمعيات ديالهم. كذلك اللي بغيت نقول هو انه هذه المرحله غادي تكون يعني مرحله ان شاء الله الرحمن الرحيم مهمه جدا، وغادي نعملوا جميعا من اجل يعني اخراجها يعني بشكل كما جاء في المرسوم ديال السيد الوزير، وكما جات كذلك في التوصيات ديال اللجنه الاقليميه اللي كيتراسها بطبيعه الحال السيد العامل، وكما كنطمحوا جميعا باش نكونوا يعني في المستوى المطلوب، باش نكونوا عند حسن ظن جلاله الملك نصره الله من اجل انجاح هذا الورش الكبير. بوري حسن رئيس الفضاء الجمعوي للتنميه التشاركيه، احدى الجمعيات اللي استفادت من البرنامج في الصوره الثانيه ديالو. اللقاء اليوم اللي تراسه السيد عامل عماله مكناس هو تيجي تزويج لواحد العمل وواحد المجهودات اللي قامت بها مجموعه ديال الجمعيات من اجل انجاح هذا الورش، اللي ورش حكومي تحت الرئاسه الفعليه لصاحب الجلاله محمد السادس نصره الله. هذا الورش عطى مجموعه ديال النتائج كما ذكر السيد العامل مشكورا، مجموعه ديال النتائج على مستوى ادماج مجموعه ديال الشباب باش ياخذوا واحد التجربه، واحد الميراث اداري وتنظيمي في مجموعه من الادارات. الورش في الصوره السابقه ديالو الاولى ديالو عطى وسجل واحد المجموعه ديال النتائج، خصوصا فيما يخص الرقمنه، فيما يخص الارشيف، فيما يخص البستانه، فيما يخص الدعم التربوي، المجال الصحي. اذا مجموعه ديال القطاعات استفدت من الطاقات والكفاءات ديال الشباب اللي انخرط بكل وعي وانخرط بكل مسؤوليه في هذا المجال، واللي عطى كما ذكر السيد العامل مشكورا مجموعه ديال النتائج ايجابيه اللي تفتخر بها مدينه مكناس على مستوى جهه فاس مكناس. نتمناو في الصوره الثانيه المشروع كذلك يمشي بنفس المستوى بنفس الوتيره باش نحققوا الاهداف ديال المشروع ديال اوراش، واللي غادي يكون كذلك في مستوى التطلعات ديالنا جميعا كجمعيات المجتمع المدني الفاعله في هذا المجال، اللي خصها تبذل مجموعه ديال المجهودات اضافيه باش نبقاو محافظين على هذا التنوع وعلى هذه الاستمراريه ديال العمل لكل المساهمين فيه، جميع الادارات على المستوى الترابي، السلطات المحليه الى غير ذلك، مشكوره لانجاح هذا الورش هذا اللي تنفتخروا به واللي تنعتبروه هو مقدمه لاخذ تجارب اداريه وتقنيه للشباب ديالنا ان شاء الله اللي يمكن يولجوا سوق العمل وسوق الشغل بكل يسر وبكل. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو وديروا جيم وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.